الهدف يعني. جاكم جاكم المستثمر، الحب جاكم جاكم المستثمر، كل اسبوع كاركتر من يقنع من يبدع، كل اسبوع كاركتر من يقنع من يبدع، جاكم جاكم المستثمر. اقول والريبوت السلام عليكم. كيف حالكم يا مرحبا؟ وحشتكم ولا لا؟ يا هلا هلا هلا. احلف احلف. والله هلا هلا. بدون حلف. ايه بدون حلف. هلا علي وني و ما شاء الله عليك اللي ما لا. مرحبا. رحنا وجبناكم الفوز طال عمرك. اول شيء مبروك، اول شيء مبروك، اول شيء مبارك. جايكم محتفلين مباركين مسلمين، جينا الحمد لله حضرنا مباراة المنتخب ولله الحمد تأهل نصف النهائي وعقبال النهائي إن شاء الله يا رب العالمين بإذن الله تعالى. كبيرة شيلة رأي تلعز مرة واحدة، خلنا كلن يفكر بمستقبله. خلنا نقولنا شيلة مستقبله. المستقبل كان بالطاقية مشكلة. شتبي شال دقيقة 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 دقيقة. أول شيء الله يسعدكم. أهلا وسهلا شباب، أنتم محرومين من الهواء لكم كم من هو؟ يوم اللي نعرف مدري يومين أو يوم الجمعة. إيش فيكم؟ هدوا هدوا ريلاكس ريلاكس. أول شيء قبل كل شيء دخلت أنا عليكم زي كذا صح ولا لا؟ دخلة غريبة صح؟ وأنتم مستغربين. أنا كنت بروح المسرح أصلا، انا شوي للداخل. لا احنا نجيك طال عمرك، لا محتاج تروح. شوفوا لنا مكان يا اخوي، نشغل شالات الله يشغلكم بنفسكم. العيون المنطقه ما ينفع فيها الرسميه. انت تشوف العيون المنطقه. شوفوا طيب دقيقه، انتم الان شوفوا لنا مكان زين نتناقش فيها الان. حلوين من هنا. ايوه حلو 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 مكان تمام. صلوا على، لا لا نبغى نقسم شباب. لا لو لذ من طعمه. اه حبيب اخوك. شوف 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 شوف. لا عليا بالله عليك ولا عليك امر، انا احب قربك تدري والله اني اموت بقربك انت يا اخي. انسان قربك سعاده طاقه ايجابيه. بس فهمتها فهمتها انت يعني، تعرف في درجات وفي سحب. قوم ترى مرتين. لا قوم ما تقوم تقوم قوم استريح. شوفوا خلوها اليوم، نبغى نوزع اليوم ونبغى نعلن. جينا عشان نوزع المتاجر. واشتقت لكم. نبغى يا جماعه الخير اليوم وشو نبغى نخليها؟ ريالتي. اي توزيع نقاط وتوزيع متاجر او اعلان عن نقاط وتوزيع متاجر في ريالتي بدون مسرح ازعاج رسميه. وفجاه اثنين بالليل. انا اول مره، انا ماني مصدق نفسي اني اثنين بالليل اصلا. بس لا غريب على ثلاثه تعجبني. كيف حالك؟ كيف حالك؟ خلصت من جوالك؟ طبعا عبد العزيز مسافر من اليوم على جواله لقيه. ليه مخمج هذا مقدم لي؟ حسبي الله عليك. ترك قد الله يرحم والديك. الله يبيض وجهك. طيب صلوا على النبي. الشباب وينهم؟ يلا بالله عليكم نادوني الشباب. يلا خلاص استريحوا. اول شيء الله يمسيكم بالخير او صبحكم بالخير. وقبل كل شيء نعيد ونكرر ونبارك للمنتخب. الحمد لله والشكر انه فاز باذن الله وعقبال باذن الله النهائي يا رب العالمين. الان خلاص راح للنصف النهائي ان شاء الله باذن الله تعالى. فلذلك قلنا نجي نبسط معاكم اليوم. بس باقي الشباب وينهم؟ موجودين ولا مو موجود؟ الصاحب يجي. طيب بالله صح تعجبنا انت مدقق كثير انت والله راشد. فارس وين الشباب يا فارس؟ يلا يا شباب. كان في خربان كمبيوتر. ليه مو معجبك الوقت يا نواف؟ ليه نواف طلع الوقت؟ يحق لنا نجيب اللي نبي يا اخي. لو بجيكم بعد صلاه الفجر. احمد ربكم اجيتكم مع الشباب. انا والله 100%. والله لو انك جاي لحظه ما يشتري شيء. اسمعك الاداره واسمعك. ليش خلصت علي؟ ان معك جوال؟ بعد معكم جوال. طيب وش فيها؟ من الاداره معطيني. مين كان واقف عندي؟ يا شباب ترى الاداره اعطوا اخوياكم جوالات وانتم ما اعطوكم. روحوا. والله انه جالسين يكلمون قدامي. أوه. وعبد الرحمن الكلب جالس ويتراسلون ويضحكون بعد. خذوها. والله من اليوم خذ جوالك انت؟ كيف؟ كيف؟ كيفكم؟ طيب علمكم انه يطلعون الصباح استاذنا واثنين فارس وعبد العزيز علموكم؟ عاد كلنا بنروح عمان. كلنا بنروح يعني جت علينا سلامات يا ابو. يعني ما يمديها يعني. تدري شو المشكله يا احمد؟ شو المشكله؟ ايه ان
من طلب 1005 انا ما غير 900. لا نقاط فيها الخيره، فيها الخير النقاط، فيها النقاط فيها الخير ابشرك. رجال المزايدات ما فيه زياده وصياح ومدري وين وحلقي انا حلقي جاينا ابشركم منتهي بلي اصلا. جلسه تجار وانت جلسه عادي على الهداوه كم يا انس تبي تبي سندي تقول لي ابي سندي عادي تبي ارحب ارحب يا مرحبا ارحب ترى انا بجمع نقاط على ابغى انا ادري كل وجهك كله صباح طال هلا هلا الله يسلمك كيف حالك مش اللي عندك اخبارك شوف سريع سريع طيب يلا شباب اللي بيجي يجي من الشباب واللي مو جاي الله يكون معاه معذور لا باس ما شاء الله يا هذه وش اسمها وش قال لها العلاقة كل نسخة لازم تكون موجودة ما تشوف الحمد لله على السلامة أنت كنت معنا بالمنتخب هناك تشجع وش اللي كسر يدك لا باس كيف مش حالك شلون كيف حالك الحمد لله على السلامة وش فيك وش فيك طيب يلا الآن العدد ممتاز نبدأ كم باقي شخص كل واحد يسد عن الثاني وأنا دوب واحد منكم قدامي الآن عن اثنين وش رأيكم بالله وش تبي ايوه وش اعطاك عبد الرحمن اعطاه لي ها فتح الحساب فتح الحساب بس هو هذا طلب خاين طلع سالب 6000 وتدرون عاد انا دائما معي بالاربيز انه ما يبيكم تزودون ولا ريال والله الامور اللي بينكم انا ابي ادري عنها يا خبث الادمي باعني بيعه انا قدمت طيب. فقره ثانيه وش كانت الفقره اللي قبلها؟ الرصيد مفتوح لك اتجه اتجه؟ إيه هذا كان معه مثلا عليا كان معه ظهر ابو 6 وشرى الارض ب 6005 ليه منين جاب هذه من الهواء؟ والله لو لا حطوها بالسالب يا ابو عوض السالب؟ خلاص ايه؟ نشوف الان الاليه هذه وتاكدي قبل ما تبدا المزاد ليه عشان متحمس انت اليوم اي في حاجه لا عليكم تاكدوا لي هل راح تكون نفس الاليه الاسبوع اللي فات اللي اعطاها عبد الرحمن او لا؟ ودنا ما تغير تعبنا من التغيير يا الله الاليه انه يعني اللي معه 1500 يقدر يوصل الى 5000 يكون بالسالب ما ادري وش الاشكاليه يعني عادي واحد يوصل ل 10000 يعني الى الشخص يعني الى 3000 صح وش ذنب علي انا طيب اسبوعنا خلاص حطوه عندي وانتم ريحوا بس والله ما اطيب مني عبد الرحمن شرب سعدكم يلا شباب طيب طيب لا 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 الان راح نقيم المزاد هنا والاعلان هنا حنقطع القطم عليان عليان دقيقه أو شيء علي بيضرجك عليان محمد أنا والله أسعد فيكم منكم بجنبي لكن تعلمون في أسرار عمل أسرار عمل يا عليان افهموها يا عيال ما يمدي أسرار عمل أنت وش جايبك الفترة أحزة هذه ها؟ استريح 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 خليك كذي استريح استريح راح راح شفتوا شفتوا يا جمهور استريح الله لا 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 هنا 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 بسرعة بسرعة لا لا روح هنا روح هنا سيد القبر يا رجال اشوف من الحبر صلاة للنبي الآن بنعلن النتائج حلوين بعدها وش راح يصير يصير خلاص المزايدة نسحب المتاجة من الفازة حفظتوها مقدمة فقرة عنك ادخل على الله اشوفك تقول للزميل ابشرك طيب بسم الله الرحمن الرحيم وازع ألف وازع 12796 محمد المسردي طبعا وازع هو شيخ الاستثمار محمد المسردي بلا عاده ما خليها تبو مناصر 6969 سلطان المري 11 ما شاء الله موحد 41 6000 يا احمد محمد المسردي كم هو 6969 سلطان المري 11000 لا مو 11 وش ما شاء الله على طول انت تحمس لا مو 11000 يا محمد 1111 لا موحد هو بس اربع وحدات محمد الطواله 8100 محمد ملحم 2210 علي الشمراني 4100 مناحي الاسلمي 4302 نواف بن فرزان 3654 مهدل الدوسري 7384 والله مهدل صار غني فارس الحربي 3250 انس الميموني 200 وين انا عبد العزيز مسفري 130 عليان 1700 ما شاء الله تبارك محمد بندر 741 طيب على السريع شباب اليوم توزيع المتاجر على السريع بسم الله لان اهم كل واحد يعرف متجره بدون تلاعب من الارقام خمسه لا 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 ها 5000 كم انت ما تو كذا عشان اعرف
لأن تفرق 3250 إيه. أنا متحريك كم أشتري كم؟ أنت كم معاك قلنا 200 صح؟ الله يزودك. آمين. معك الأربعة. يا طبعا. معك الأربعة. الأربعة لا. الأربعة. أنا لم خسرت معك الأربعة. لا. علي يا حرام ما تزود عن 2000 ها وصعتني سبعة وش بس السوق لا أربعة طيب شباب نبدأ لا خلال الحلقة الجاية رقم واحد من يبدأ من يفتح 200 عند أبدأ من 400 شباب 400 شباب 400 عندك عبد العزيز 400 800 عندك 800 أقول ما هو تقول شيء وترجع فيه 800 ما من زاد رقم واحد 800 قفل مكتب 1200 عند عليان من قال يا شباب من قال ترى اليوم ما في صياح الحلق مره رايح 1200 مبروك عليان رقم واحد عطوه صفقة يا شباب 1200 استاهل 400 انا احمد ابشرك احمد بالواحد حلو انا 400 ولا 700 انت 700 741 بس معك عادي عادي معك 4000 3000 زايد انتم قلتوا من عبد الرحمن 1000 سلف صح؟ لا الحين انتم قلتوا عبد الرحمن وش بالفقره وسوى زود معك بلا 3 الى 4 صح؟ اكثر يا رجال والله قد احلى رد ب 6000 مفتوح معاكم نفسها طيب رقم 2 انت 400 يا اخوان انت بتعرف 400 من غيره يا شباب 800 1200 محمد وراح ما في الا احنا ثلاثه هنا شباب يلا اشتروا يلا شباب يلا يلا تطلعون عمامك شباب وش فيكم هم شكلهم كذا بالله بيطلعون عمامك خلاص طيب 1200 بسرعة عند محمد من 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 باقي محمد ما عليك ما عليك يلا يقول بشتري بشتري ولا ما نمشي الرجال قال كلمة احتميها يا رجال رقم 1200 ها بغيت اخلي هذا زايد والله بغيت اقولها خير عندك انس ارفع صدق والله قم تحرك قم تحرك قم قم خلاص بيع بيع عند بيع 800 ما انت مزود 1200 رقم 3 احس انه فيها شيء زين تعجبني نقول الف مبروك رقم 2 محمد الطوال يا شباب صفقه اخويكم صفقه خلوا عني مني يلا 800 رقم 2 ورقم 3 400 وعندك 800 800 ها محمد المسردي مبروك تكلم مالي نيه اليوم لا حد يزيد 800 نقول الف مبروك ثلاثة راح محمد بندر يستاهل احس انه كويس انا بس والله ما ادري احساس في شو ما هو ثلاث 800 لو بندر هلا ما هو ثلاث رقم ثلاثة احلف انت ثلاث ترى عندي ناس يسجلون على طول صدقون في الدرون والله واضح والله اليوم ما انت انس اللي على خبري عساك تطيح بشيء لبالي سلامتك طيب ثلاثة عند محمد بندر 400 ثلاثة رقم ثلاثة رجال 800 طيب ما يزود عليك رقم 4 400 ايوه 800 ايش فيك؟ رقم 4 من يزود 400 عند عبد العزيز لا لا عند الرجال 400 800 عند لا قلت 400 ما تزود 400 عند من قال 800 ارجع علي ايش فيك علي ايش دخل الاصابة؟ انا اخذها بقى ما اقدر ارفع ايوه ما اقدر ارفع ايدي اليسار بسم الله عليك احنا محتكرين السوق ايش قلت من 400 محتكرين السوق احنا نعم محتكرين السوق احنا ما معنا شيء هو المزاد يبدأ من 400 صح ولا لا؟ أصلا ما جاء واحد غير بدين. طيب تمام. خلاص شباب من وصل عندك 400 صح؟ إيه. من سكر على 800 من سكر شباب. عطى الله يبارك له. مبروك مبروك لي أنا. لا. ما راح ينزل هم بعرض باختصار عشان ما نطول فيه هم راح ينزل عند 800. خلاص. 800 410. 800. التخزين ما نافع 800 حلال البرنامج بقى موجود وانتم دائما تخزنون يلا يلا 800 الف مبروك فارس العربي يستاهل والله انا قدع سبحان الله انت قادعته كيف؟ لا اله الا الله كم معك؟ شباب باختصار 3000 الرقم ما ينزل عن 800 241 الرقم ما ينزل عن 800 ما ينزل عن 800 والله ما يخلونكم تطلعوا لهم ماصينكم مص وقفت على النقاط انا اعطيكم على بلاطه والله ما يخليك خلق عظم بدون لحم فاهمين ورب النعمه فاهمين ثلاثة الفجر ما دقيقة 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 يرحم أبوك ثلاثة الفجر دقيقة طب أنت اسمع مني لي طب اسمع مني الله يخليك لي ثلاثة الفجر ما هو وقت فهم تكفى خلها تمشي ثلاثة الفجر مو وقت فهم سحور إحنا جالسين نتسحر أنت يمكنهم يفهمون أنا يهمني إنك تستمتع بالفقرة بس استمتع الله يخليك لي على العشر دقائق اللي متفقين عليها 400 رقم 5 عند عبد العزيز والله 400 من زاد يا شباب بشرت عيال انتم ايش فيكم خلاص بشري محلين
علي يا حرام اللي يجيك كم؟ والله مرة يا هذا 800 800 عند محمد بندر 800 800 رقم 5 عند محمد بندر 800 ها خلاص قاعد تقول الكلمة ذيك قفل عند محمد بندر محلين محلين لأن الشباب موجود تحملون الشيء اللي بدون متجر تحمل يلا كلها الحين كلها طيب رقم 6 400 اخ احمد زين اخ احمد نصيحه في كلمه مو اوكي قاعد تقولها انت 800 وش اللي مو اوكي دقيقه وش على طول قصره بسره وصل يا حلوكم مهذبين افضحوني مهذبين مو لله عشان الفاصل حبيبي علينا عشان الفاصل عشان ما تخرب علينا والله تعال الله يستر عليك اخر وقتنا مقدم يطلعنا فاصل الله يا الدنيا الله يا دنيا دواره مش كاني ماسك لساني المهم وصلنا عند 6 صح هذا انت ماسكه 6 رقم 6 عند كان 800 صح 800 يرجع دقيقه بس دقيقه الثلاثي المريح انت ايش بلاكم انت متخزنين شيء مدسسين شيء طب رايح الحصانات ابوي دقيقه 800 وصل عندك 200 المحل لا ثلاثي هذا ثلاث مره ثلاث ثاني طيب يا ابي قلت تم 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 راح لنا كم 600 يلا عشان شيء ببالي 6 عند انس طيب اي 7 منو عنده 7 800 والله 800 مكدين 800 جيب 7 بعد بتشري يا الطناخه 800 7 800 عند انس من يزيد ابغى اشتري انا ابغى اشتري ولد ابغى اشتري يا بحال 1200 1200 زود 1200 عبد الله زود 1200 8 يقولنا من نصيبي روح 7 يا شباب عند انس متجر ثاني 800 عطني اخر ثلاث عطني اخر ثلاث محلات تمام راح لانس متجرين عند انس متجر عقاري بعلمكم الحين 10 ما راح يروح ترى سوي 7 ايوه بعوض 10 8 منو عنده 800 عندي واحد بعوض 1200 خلاص هد متجرين هد 1200 ما عندك لا اسبوع ما في الا انا 6 و7 عندك خلاص جتك 8 منو عنده ما جت 800 ولد ما في شيء جتك ما اخذها بنقاط وش جتك يا ولد ركز يا مسلم ركز بشغلك انا اخذها بنقاط انس كم رصيد 200 200 وكم زودت عليه زودت ب 1600 متجرين دقيقه ب 1600 ومن اللي اعطاك 1600 احمد يعني اخذت احمد من احمد عوض يعني هات 1600 يلا هاته وش اعطيك هات 1600 شريت فيها متجرين احمد ربك اعطيه متجر لا تجي تقول والله تشحن من كل متجرين لا تجي تقول من عندي انت نقاطك 200 حتى فول ما تجيبك يا شيخ اسكت بس الله يعلمك ابو عبد الله 8 عندك 800 ها اها يترصد هنا نسكت قليلا رقم 8 كم عنده رصيد كم عنده رصيد روح كم لا ياخذه لا قال اربع قال اربع هو ينقص قال اربع 200 والله ما جد عليهم ملح روح انكبه طمبرره ما هناك الاول ما في هناك 800 جاك ها ما في هناك 1200 خلاص 1200 8 عند محمد توكلنا على الله يخونكم يا اخوكم والله يا ابو قاعد انت تشوف والله انك قاعد ما راح يروح كبر كبر روح روح اللي زاد عليه 9 يا شباب لا شوف 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 دقيقة 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 انا احب المزاج دقيقة دقيقة هنا نسكت قليلا هنا رفعت يدين على 8 و 9 و 10 زود يلا زود رفعت يدين يا عيال زود اجلدوا 800 9 لا احنا وصل عندك 9 صح؟ باقي 9 و 10 صح؟ طيب ينفع بالسالب صح؟ 9 كم باقي متجر؟ 800 كم باقي متجر؟ لا ما حد شراها لا 10 تسعة 800 قول 800 1200 1200 لا 1200 نعم راحت شوبت 1200 تسعة تسعة يا شباب الشهر ذا ما اقدر 1200 الله يربحه مناحي بع مناحي في متجر رقم 9 يقول لنا طيب تربية بلدية رك خلاص بس من رقم 9 ركض صبر ما يجي ما يجي لهم خلاص المتاجر تسعة من يبي يا شباب عندي بع كنك تشريع بع علي بع الله يرزقه بع 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 1200 مو الجو اللي انتم فيه 1200 عند محمد الملحم يلا صفقه صفقه سلام انت شاري هنا الصفقه
تقول انت شاري عشان مصفق لك. طيب رقم 10 يا جماعه، 800 روح. رقم 10، رقم 10 اقدر اسمع، اقدر اسمع من بعد. هلا 800 1200 1006 1006 2000 2004 عند بناء. والله ما انت تقول كذا. عندي 2000 عندي 2000 2000 وكم؟ انقلنا عن بالك كم وصل؟ 2000 2004 ابو فكري كمان. ابو فكري كم؟ كم؟ لا ما له علاقه. 2008 2008 2008 حرام بلا نجاك يا تنقل علي. والله ما رد جا جا ان شاء الله سندي يا رب. لا احمد سندي رقم 6 احمد 6 7 لا ب 2800 استا عليا انا. لا لا شباب دقيقه بالك. رقم 1 من اخذه؟ رقم 10 الاول ولا الاخير؟ والله والله استقعدوا لك يقولوا لك. 8 9 عندي يا ابو عوض. دقيقه رب دقيقه الله يرحمه. دقيقه دقيقه عليان. انت كم شريت المجرى الاول؟ كم شريت طبعا؟ قاعد من جنب. كم شريت المجرى الاول؟ 800 وهذا كم؟ هو رصيده 1700 او 1700 على الواقع. احلى تصميم خلاص. ايوه يعني شرى متجرين عادي ياخذها سلف اي بالسالب عادي. هو قدح الرجال يستاهل قدحته. 2800 يستاهل الرجال. اخذ 1 و10 والله جني بركته ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كابتن احمد ايه يقول مساك الله بالنور. شلون عليان؟ متى متى عليان؟ تدري تدري متى جاء اول فقره موجودين شباب؟ ايش قصدك اول فقره؟ اول فقره موجودين. تجرحني يعني انا جاي متاخر تقوم؟ اي اجرح اقوم دقيقه. اي اجرح اقوم. اي اي قوم عادي. احمد العوض يطرد متسابقيه واخوانه عادي. احنا اخوانه يطردون. هذا الباب وكم في باب؟ واحد ثلاثة دقيقة. طيب دقيقة يا ابو عوض. انا سرحنا اختفى دقيقة. ثلاثة وكم؟ لا شوف انك تشتري شيء ولا تعرفه تسألني انا يلا اعرف وش انا اخذت لي. اخذت رقم ثلاثة. رقم كم؟ خمسة الظاهر. طيب دقيقة 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 عطني دقيقة. رقم واحد شباب انت اخذت 3 و5 باقي 11 12؟ كيف تقول لي في 10 متاجر؟ باقي رقم هذا في السكوت هذا فيه بلاء. لا خلاص خلاص يسرع عارفين لهم ارقام. 11 من عنده؟ 800 800 جاك فيه متجرين رزقك وجاك الحين ما حد شرح 11 12 ما حد شرح. تزويد 800؟ 800 اخلص دقيقة 40 بتزيد وشو بتزيد 11؟ لا دام انت اللي تسوق لنا ما ابي. دقيقة دقيقة بس تبي التصميم هذا؟ أنا أروح أصلح قهوة. دقيقة أنا بالله شباب دقيقة. إذا الكاميرا كانت ملقوطة عطوا تكفون تصميم جوا راح أسوي قهوة. أنا أعرف الحركات هذه على همال. أنت تسويها أول صح؟ أسك 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 أسألة. أنت تسويها أول؟ وشي تسويها أول؟ إي مسويها أنا بس ارتاح. انقهرت صح؟ انقهرت من الداخل صح؟ انقهرت. أتمنى لك تقدم فقرة جميلة بس بس اتمنى لك تكون مستمع جديد. احمد وش قال؟ مو جميل جديد. طيب 11 من وصل عنده. اسمع يا احمد اسمع رجع صدرك وسيع. شباب تكفون عطوه فرصه. وش وش توقعت صدرك وسيع؟ ليش انت اذا انت زعلان من غيري؟ مو ذنبي يا احمد. هذا احد هذا زعل احد زعل منه يا اخي. اذا العب على الوتر العاطفي تكفى روح شرب قهوه. تكفى 3 الفجر وسفر ما هو وقتك مره. عليان قرر يلعب على الوتر العاطفي. ما في اوتار تطمن مع ابو عوض. ما في اوتار ما عليك. دقيقه 11 ناحي. لا 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 يا عيال الله يرحمه. بالله فيد الصوت تكفو. طيب 11 800 من وصل عنده؟ 800 عند عبد العزيز رقم 11. يلا يستاهل من متى؟ 400 عبد العزيز معاك كم انت؟ شباب معاه 130 يقدر يزاود ولا لا؟ بالسالب يقول ابي اسالف. 800 ادري 11 12 من عنده؟ 800 الله يعينك. يعني صفطات بس صفطات الغلط. 800 مبروك مبروك الف مبروك يا علي. الف مبروك. طيب علي علي الشمراني علي ايه ترند 12 بيجي سند. يلا عطوا سامي تاجر شباب. رقم واحد طموعي ايفان للعطور. هذا علي يستاهل كلها يا رجال. رقم 8 مين شرف؟ مين؟ لهب عطور لهب. طيب 4 مين؟ نحلة للعسل. نحلة
نحلة شنو بالقرص؟ لا ثمانية ثمانية لهب اثنين لسه أربعة نحلة 12 جوفاب حق زيوت صح؟ الحنة طيب اثنين مين اثنين؟ ها؟ سيليا سهل سيليا 12 ايه سيليا اه يد 10 مين؟ أزهر الطيب أزهار الطيب تسعة مين؟ ساس العود حلوي لأنك ساس الطيب أنت 11 مين؟ سفار سفار مدري سفار أنت 11 سفار إيه بتساعد بكره ستة مين ستة مين يا شباب سندي المبروك يستاهل المسوق البطل لعطور سندي انس يستاهل 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 عطوا صفقة يستاهل جاك جاك يا مهنا ما اتمنى خمسة مين وايتي تستاهل للجمال للجميل حكاية ثلاثة مين؟ أنا زكي السالم الله كبسان نظافه أكل وراح تنظف الله سبعة مين؟ يا شباب شباب دقيقة لازم تسمعوا اسمع أخويكم سبعة نبارك هزراف منو سبعة؟ الأنس مسوينا قادح على قدح على سندي وهزراف اللهم اجبرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها يا حي يا قيوم ما يفهم الله يعطيكم العافية يا شباب على الجو اليوم بس كانت توزيع متاجر أنا سواضع يا عليا متعلمها جديدة هذه صح والله إني احتاجها علي ضحكة علي طيب اللي بقى والشباب اللي جو أحمد الخيمة علي أحمد شباب احد له شف بالخيمه اخر شيء قبل قبل باختصار لحد حده 6000 6 من قال محمد المسردي الف مبروك 6000 6000 مين معاه اكثر من 6 معاك مرحبا بالبيت معاه اكثر من 6 اكثر من 6 طيب نام فيها ترى ما اخذها ب6 نام وين فيها طيب شباب 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 صلوا على النبي والله نعم يا انس طيب بعيد عنكم شيء خلاص زي ما قلت لكم الفقرة اليوم كانت عبارة عن رياليتي جلسة بسيطة مع الشباب فهنا لأن انتهت توزيع المتاجر وانتهى بيع الخيمة وكل شيء لكن بسأل الشباب الحين بناخذ مناقشات ايش في جوكم فتور انتم يعني الآن طلعنا من جو المستثمر ترى الآن جلسة عادية مع أحمد وش صدق جلسة ايش؟ ليه متى يقفل البث بستة؟ لا لا جد والله تكلم جد يعني جوكم يعني ما أدري ايش بلاه من الساعة من الساعة تشكوا علموني جوي عادي احنا من وحدة الظهر احنا نشتغل ما رقدنا من وحدة الظهر؟ من 12 الظهر ليش مو العصر يبدا البث؟ لا يا رجال صاحي من 12 طيب عليها الله يعينكم يعني تبي تروحون تنامون الحين؟ اللي بينام واللي بيشتغل طيب في احد يبي يطمر شيء يبغى يوصله للرياض معي ابشر بساعة والله شوف يا طويل العمر ابشر في عندكم والله اني صادق غير حزن وانت تدلنا على شيء غير صحيح وغير ممتاز الى هنا تنتهي فقرتنا يا جماعه الخير لهذا اليوم ليه تنتهي الفقره وين ما بعد سمحنا ليه يا محمد ليه تنتهي تسمح لي دقيقه اقول ما بعد ما سمعنا ما بعد شبعنا منك بالله مشتاقين يا شباب والله واجد واجد مشتاقين بعلمكم تبون اعلمكم ايش سوينا بقطر من كثر من كثر شوقنا لك اول شيء والله من كثر شوقنا لك ودك تنهي الحلقه الله عليك والله يا جماعه خلي ابدا الحلقه ريلتي كذا اول شيء ايش ما خلينا نسينا نسولف خلاص احنا الان اعتبروه مره مستقيم الان لا شوف الان انتهت بجلس معك 10 دقائق وبمشي في رسميه الان طش ما في رسمي لا كذا هانستانس والله اخذك بالمخاط رجال مزحه كذا يعني رجال مزحه طال عمرك مخده حمراء والله اني مشتاق لكم مخده حمراء رمن والله رجال وافد زينا لك باص وتفوز لك بالتصميم يلا تعال عندك تقلب التصاميم فريق دعمك نايم يلا شوفوا يا جماعه الخير من اللي ابى توصلك عند الطوار على فريق دعمي يسقط عليهم انس يقول نايم لا
فريق دعمك منك يكفيك. بالله عليك تدري وش يعطيك حاجه؟ لا. انت يكفيك انه صوره من صورك ينزلونها بحسابهم ذاك اليوم، هذا يكفيك فخر لهم. صوره مني انا وتقول فريق دعمك. صوره انا اي صوره لك انت. يرفعون التاج حقك يا مسكين. يا رجال يرفعون يرفعونه بوزنك طال عمرك. احمد ربك يرفعون بوزنك. صورته ناس عندي. قال اجلس معانا. قال يا رجل لا دم تحمل الى هذا اليوم يا جماعه الخير. هذا مو بقطع الكيبل. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه هذه الليله. كل اسبوع كاركتر من يقنع من يبدا اقول وريك جاكم المستذنب وين وين سيد الاستثمار وين وين سيد المزار وين وين سيد الاستثمار وين وين سيد المزار مرحبا هلا هلا هو وش قال لكم خلاص قال بيكلمك شويه مسلم الحين احنا مداومين الله بس الله يحفظك